التكبير دبر الصلوات المكتوبات يبدأ من أول ذي الحجة أو من فجر يوم عرفة. مسألة خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه يبدأ من يوم النحر وأيام التشريق، ولا يمنع أن يكبر تكبيرا مطلقا في الأيام الأول من ذي الحجة لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر من ذي الحجة. وكان ابن عمر، ويذكر أيضا عن أبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى الأسواق في العشر الأول فيكبران في الأسواق، والناس تكبر تكبيرهما.